يسعى نادي الحالة إلى استعادة مكانته في دور الدرجة الأولى بعدما قضى الموسم الماضي في منافسات الدرجة الثانية، وقد استعد الحالاوية وعينهم على مركز ضمن الأربعة الأوائل. احنا السنة جايين عشان احنا ننافس على الأربع البطولات اللي قرها الاتحاد. طبعا هذه كل واحد له طموح، واحنا اذا ما نكون في الأربع الأوائل لازم احنا ما نفكر في الأربع الأوائل، بالعكس انا كمدرب ابى انافس على البطولات الأربع، يعني حسب احنا امكانيات لاعبين الكره الحديثه. الحين ما في فريق صاعد من درجه اولى او درجه ثانيه. الكره الحديثه تقول لك اللي تعطيها في الملعب وجهدك في الملعب هو اللي وصلك لابعد مكان. بالنسبه حق اعدادنا، اعداد طبيعي كاي فريق، قاعدين نمشي حسب برنامج المدرب خطوه بخطوه. إن شاء الله عندنا مجال لبداية الدوري إن نكون وصلنا حق أهدافنا. تطلعاتنا إن شاء الله نكون فريق قوي، فريق منافس، ننافس على المراكز الأربع الأولى إن شاء الله. طبعا بخصوص الوجوه الجديدة، طبعا في بداية كل إعداد المدرب يبحث عن تشكيلة جديدة، يبحث عن تدعيم قوي للفريق، وإن شاء الله يعني إحنا عندنا لاعبين بحرينيين ولاعبين أجانب إن شاء الله في الطريق راحينيون، وإن شاء الله راح يكمل فريقنا على بداية الشهر القادم أو الأسبوع القادم إن شاء الله. في مرحلة جديدة هي الحالة، وإن شاء الله نطلع لمراكز يعني متقدمة إن شاء الله. ننسى يعني الموضوع الموسم الماضي مال الدرجة الثانية، الحين يعني الدرجة ممتازة، غير عقلية، غير الفكر، غير كل شيء، يعني سرعة الرتم غير. إن شاء الله اللاعبين ما يقصرون، فيهم الخير إن شاء الله.